ما يفعل حتى في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة، إذا ببعضهم يوصي كل ليلة جمعة وكل يوم جمعة، إما بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بقراءة سورة الكهف على وجه الاستمرار والدوام، لا بأس أن يذكر المسلم إخوانه في بعض الأحيان بفضل الأزمان الفاضلة وما ورد فيها من عبادات، لأن هذا من باب التعليم، أو نقول هذا من باب التذكير أحيانا، لكن على وجه الدوام والاستمرار هذا ليس مشروع، فلا يكون ديدا المسلم هذا الأمر. كل ما أتت ليلة الجمعة إذا بهم يرسلون